طيب نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على نوستالجيا النادي الاهلي وفقره زي النهارده. الفقره دي محببه جدا بالنسبه لنا لان هي بتفكرنا بايام حلوه وبناس حلوه زي النهارده يوم 15 اغسطس ولكن من عام 1970. ده كان يوم ميلاد كابتن عمرو انور لاعب النادي الاهلي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. طبعا ابتدى هذا اللاعب مشواره الكروي بقطاع الناشئين في النادي الاهلي وصعد للفريق الاول سنه 1987 واستمر فيه حتى صيف 1994. طبعا ساهم مع كل زملائه في النادي الاهلي في الفوز بالدوري العام 3 مرات وكاس مصر 4 مرات وبطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس مره واحده والكاس الافرو اسيويه مره واحده. بعد ما اعتزل كرة القدم اتجه لمجال التدريب، بدايته كانت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بعدها راح على اتحاد جدة السعودي قبل أن يعود مرة أخرى للعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. بنقوله طبعا عقبال مليون سنة.